بدنا بنملي الشارع بحكار سفحة هاي الطيارة ما احناهم صحيح كتير حلوين يا ريت عنا وحدة عشان نطيرها ها؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ليش يعني؟ يعني ليش ما احنا نعمل طيارة من وراء؟ ها؟ فكرة حلوة بس انت بتعرف اي اشي عن طيارة الوراء؟ ها؟ حنين؟ طبعا انا خبير في الطيران وفي الطيارات الوراء يعني انت من الطيارة ابن هيك؟ ها؟ لا بس قرأت في الكتاب عن طيارات الوراء وانا بعرف كل شيء عن الطيران حلو كتير يا كريم رح تكون احلى طيارة وراء في الدنيا مزبوط كيف رح يكون شكلها؟ شكلها؟ معين يلا نبدأ بسرعة يلا وراء صمغ خطان كيف بتقدر تعمل هيك؟ القوة تساوي الكتلة في الجاذبية إذن نختار هاي شكله كريم مركز كتير بدروس الحساب يلا حنين يلا شوف شايفه كيف شو رأيك بشغلنا؟ حلوة بتجنن بس بس إيش؟ يعني حاسة في إشي مش مزبوط حنين أنا الخبير هون وأنا بقول إنها ممتازة رائعة طيب يا خبير لحظة هيوتني جاهزة جاهزة أنا مستعدة 1 2 3 هوبا ايوه يلا قلبي شو هذا شو صار ما زبطت الجاذبية او القوة اذا يعني ايش بتكون قريب ها الدين ها الدين صحيح انه مش ضروري 100% بس بيعطي للطيارة توازن ملاحظة جيدة كابتن حنين شكرا يا كابتن شكرا بدي اروح ادور على اشي نعمل منه دين عن اذنك بسرعه هذا تقيل كثير الدرب لازم يكون خفيف هذا لا يا حنين كمان هذا خفيف الدرب لازم يكون أتقل من الخيط وخف من الحبل هذا شوف هذا ممتاز هات ممتاز كثير هذا يا حنين ممتاز حلو خفيف ايوه هيك نربطها هيك ايوه يلا خلصنا مستعد نطير طيارتنا الحلوه يا حنين يلا انا جاهزه يلا طير يلا طير 1 2 3 طيري يلا زي الطياره طيري ليش مش قابل الطير يمكن ما في هوا كفايه لا شكلها مش زي الطير
الطيارات التانية؟ هذا لأنها مميزة. أنا مش فاهم إشي، شكلها معين زي بقية الطيارات التانية، وإلها دنب وإلها خيطان كمان، ليش مش قابلة تطير؟ رجعنا لنقطة الصفر. مساحة الجناح تساوي W نقطة D V تربيع S. ها شايف يا حنين المعادلة اللي صح؟ الطيارة اللي عملناها لازم تكون أحسن طيارة في العالم. أكثر من 20 طيارة وما زبطت ولا واحدة. أكيد في إشي ناقص. مستحيل. أنا عملت كل الحسابات وكل شي صح 100%. طيب ليش ولا طيارة من طياراتنا بتطير؟ الخشب الخشب الخشب. شو مالك يا حنين؟ تريف الخشب الخشب الخشب. عن إيش بتحكي يا حنين؟ تريف أنا عم بقول لولا قوة ملاحظتي كانت الطيارة هاي عمرها ما راح تطير. اطلع فوق. هلا فهمت. طبعا كل الطائرات لها اطار خشب علشان يعطيها تماسك. هذا اشي بديهي يا عزيزتي حنين. استناني استناني هيوتي جاي. قوليش. الخشب 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 الخشب. خد يلا يلا اشوف شو بدك تسوي. عشان الواحد يعمل طيارة ورق لازم إطار خشب ورق خفيف وصمغه خيطان. مزبوط. هي صارت جاهزة. مستعدة يا حنين نجرب طائرتنا الرائعة؟ مستعدة يا كابتن. يلا انطلق. يلا يا كريم كمان مرة. وهلأ عجت اللحظة الحاسمة يا حنين. جاهزة؟ أنا مستعدة. يلا 1 2 3 هوبا. زبطت زبطت. ايوه تيري تيري. حكاية اختراع العظيم البالون. يحيى العلم، ولي مساعد مبتدئ في مصنع القفازات المطاطي، وهو الشخص الذي اقتنع بأن هناك إشي أكثر أهمية ممكن ينعمل. قفاز مطاطي فارغ أحسن كتير من قفاز عشان بس نحط إيدينا فيه. اكتشف القدرة الرهيبة القفازات المطاطية أنه بيقدر يمغطها ويمغطها ويمغطها. حاول يعبيها بكأس الرمل، حاول كمان يعبيها بالزرار. كل واحد في المصنع صار يضحك على شنطته الملانة الرمل وملانة زرار، هو لسه بيفكر حاله انه عامل اشي مهم. رجع لمختبره اللي تحت الدرج وبلش يحضر تجربته الجديدة. كان يعرف انه الرمل تقيل كتير وكمان الزرار كبير كتير. كان بيدور على اشي هيك خفيف زي الهواء عشان يعبيه في القفاز المطاطي. شو بده يعمل شو بده يعمل؟ في الواقع أجل جواب من أخته الصغيرة بيجي. ليش ما تحط فيه هواء؟ وعلى طول نفس الناس اللي كانوا يضحكوا على التجربة صاروا كلهم ينفقوا القفازات. وطبعا هذا وصلهم للاختراع اللي كنا بنعرفه البالون. واحد اثنين
أربعة خمسة ستة ستة. وسهلا في برنامج من سيربح البالون مع كريم مرجاحي. اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج من سيربح البالون، ومعانا ضيف جديد بنحب نتعرف عليك. اسمي زياد فرح من دير البلح، انا بطل فلسطين في الجمباز. يا هلا يا هلا بالغزازوي، اجدع ناس واحلى ناس. زياد، سؤال اليوم له علاقة بالمدرسة. سؤال صعب صعب. ليش مهم نروح على المدرسة؟ واحد، علشان نشوف أصحابنا. اثنين، علشان نلعب. ثلاثة، علشان نتعلم أشياء جديدة. أنت كبطل جمباز دائماً تستعمل عضلاتك، وهلأ يا بطل فرجينا كيف رح تستعمل عضلات عقلك. هذا سؤال كتير كتير صعب، والله حيرتني يا كريم. أنا بحب أروح على المدرسة عشان أشوف أصحابي، أنا بتعلم منهم أشياء جديدة وبلعب معهم، ومن خلال اللعب بتعلم أشياء جديدة، وطبعاً في المدرسة بتعلم أشياء مهمة راح تساعدنا ننجح في حياتنا. في أكثر من احتمال. طيب، أنا بتعلم من خلال اللعب، اللعب بيخلي التعليم أسهل وأحلى. إذن كل الاحتمالات صحيحة، وهذا هو الجواب الصح. برافو زعفي يا شباب وصبايا. زياد مش بس بطل بالجمباز، كمان بطل بالسمسم. وهي طابة عشان تلعب فيها انت واصحابك في المدرسة. تفضل، وهلأ اتفضل ادخل على باب السمسم. افتح يا سمسم. ماشي يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة، واحد أربعة. مين شو؟ وين كنت أنا؟ ثلاثة واحد أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. كنت بعمل تمريناتي الحلوة وبعدين حلو كتير. المشكلة اني مش قادرة اعمل التمارين وانت قاعد تعزف على الطبلة تاعتك. شو 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 دخل؟ شو دخل عزف ألمو على الطبل بتمارينات ابي؟ شوف شو اللي بصير لما بتمرن، بعمل هيك واحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة. اها طيب، بس لما انت تعزف على الطبل تبعك ألمو بعمل هيك. أيوة زي هيك؟ صوت عالي كتير وسريع، وأنا ما بعرف وين وصلت، بلتخم وبخربت في العاد. متأسف أبي، بس ألمو عن جد عن جد محتاج تمرن على الطبل عشان يصير أحسن وأحسن. بس أنا كمان ألمو عن جد عن جد محتاجة أعمل تمريني عشان أصير أقوى وأقوى. إذن شو لازم أبي وألمو يعملوا؟ إنك تبطل تعزف على الطبلة. أو إنه أبي تبطل تعمل تمريناتها. بس أنا ما بدي أبطل. ولا ألمو كمان بده يبطل. يا الله، هاي مشكلة كبيرة. ألمو وأبي ما بيقدر يعملوا اللي بدهم إياه بنفس الوقت. استنى لحظة، يمكن بنقدر. بس كيف؟ نقدر نتعاون. ماشي، ممكن أنت تعزف على الطبل. واحد اثنين ثلاث أربعة. أيوة رح أجرب. ثلاث أربعة. أيوة أيوة هذا هو، خليك مستمر وأنا بتمرن. طيب. واحد اثنين ثلاث أربعة، واحد اثنين ثلاث أربعة، يلا كلنا سوا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. التعاون كتير حلو. يلا واحد اثنين ثلاث أربعة، واحد اثنين ثلاث أربعة، واحد اثنين
الربيع، وهذا بيعني إنه أجا وقت احتفال الطيارات الورقية. كل واحد بيجيب طيارته عشان نطيرها في الريح. أولاً لازم نصنع كل الطيارات الورقية مع بعض. مرات الأطفال بيحتاجوا مساعدة منا، حتى الكبار بيواجهوا مشاكل، ولما تجهز الطيارات ويهب الريح معناته هذا هو الوقت المناسب للطيران. لازم تفلت الخيط بسرعة وتشده. إشي ممتع لما تحس بالطيارة الورقية بتنسحب من بين إيديك. والريح بيرفعها عالي لفوق فوق، طيارات بجميع الأحجام والألوان بتعبي السماء. طيارات حلوة كتير طايرة بالفضاء. عند بعض الناس بينتهي الاحتفال بدري، بس التانيين بيكونوا لسه مستمتعين ببداية اللعب. الطائرات المخادعة هي اللي بتلف وبترقص في وسط السماء زي المجنونة. تعال أنا كمان بدي أجرب. هلأ موعدنا مع مغامرة جديدة من مغامرات القلم العجيب. شوف كيفهم رح يقدم لنا اليوم. حرف الظ، فضة. ظ ظبي. ظ ظفر. ظ ظرف. الطريق صعب وطويل وانا راح اوصل لهناك، طريق صعب وطويل وانا راح اوصل لهناك، طريق صعب وطويل وانا راح اوصل لهناك، وامشي لاوصل ضو الشمس. صعب الطريق وانا راح اوصل لهناك، صعب الطريق وانا راح اوصل لهناك، صعب الطريق بس راح اوصل لهناك، وامشي مع شمس الصباح. صعب توصل اخر الممر الطويل، بس انا بعرف انا وين بدي اكون. طريق صعب وطويل وانا راح اوصل لهناك، طريق صعب وطويل وانا راح اوصل لهناك، طريق صعب وطويل وانا راح اوصل لهناك، وامشي مع ضو الشمس، وامشي مع ضو الشمس، وامشي مع ضو الشمس. يلا نلعب يا صاحبي. شوف محلاها حبيب كتير. ايوه شد شد يا كريم. طلع طلع طلع. واعتير منك كمان مرة. ايه شو تير مني؟ ما شدعت تشبط. يا سلام. انا بموت على الطيران. تيري يا تيري يا تيري على الختام. راسلوا أصدقائكم في شارع سمسم على صندوق بريد 4321 البيرة فلسطين. لعبتنا بنملي الشارع بحكاية.
للشارع بحكات Thank you.